رسام الكاريكاتير انيس المحرسي بيننا، اهلا وسهلا بك انيس. حبيت شابو في قلم رصاص ديما ذيك ليماج دو مارك نتاعي قلم رصاص اكزاكتومون. شفنا عينه من اعمالك، عندك اسلوب، فما كي تشوف الرسم تفهم انه الانيس او اللي غيره، انت بتوفيق عمران، فما اسلوب لاحظوا هذايا، لانه نتعاملوا معاكم في الرسوم اللي نعديوها في اخر اليوم احيانا او في اخر البرنامج. تحضر في مجله زاده، عندك حدث قريب، خصوصيه الاسلوب والرجل من خلال رسومك انيس. لا كل واحد وعنده الاسلوب نتاعو، يعني كل واحد معروف بالاسلوب نتاعو. تركيزك يعني نقصد في اسلوبك، فما تركيز في المضمون هوني نحكي، في السياسي في الاجتماعي الكل. اي ظاهره اجتماعيه سياسيه حتى اقتصاديه تخرج في البلاد، دونك يلزمني نعلق عليها ونحكي يعني نصور بلسان الشعب. وتقول كلام ودي بارول ولا الصوره تقول اكثر؟ نحط العنوان وساعات كلمتين، ما نكثرش من الكلام. مش كيما نشوفوا في الجرايد تويكا مثلا. نشوفوا ياسر كلام وتصويره صغيره، دونك ما عاد ينحيوا التصويره ويخليوا الكلام وكهو. انا نحاول هنا نختزل، يعني جوست رسوم وحاجات يعني دي سامبول نوري بهم، يعني نحب الصوره هي اللي تنطق. كان لازم نحط جوست عنوان باش نفهموا المحتوى اللي نحكي فيه. انت يا انيس بالعمر واضح صغير وشاب تبارك الله، قبل الثوره كنت ترسم كاريكاتور؟ كنت نرسم اما ما كانتش تتحط في الجرايد، مانيش ننشر فيهم. لا صعيب النشر وقتها. صعيب على خاطر هي الكاريكاتور قبل الثوره كانت صعيبه حتى كي واحد يقرا الكاريكاتور يبدا فاهم كل شيء وعارف على شنو يحكي. كان ثم برشا رقابه ذاتيه قبل زاد وحده قبل ما يدفع بها للنشر، يعرف الحدود مرسومه يعني. اي كان فما رقابه ذاتيه، كان فما بالطبيعه بعد كيما كنا يعني في العهد الاستبداد كانت فما رقابه ذاتيه يعني، اما فما رموز يعني كيما نقولوا دي ميساج تحت السطور توصل لا توصل للشعب الكل. سالتك عمده باش نمهد للسؤال الثاني، عهد الاستبداد والوصف جاي من عندك. في عهد الحريه هل استثمرنا مناخ الحريه كما يجب في الرسوم الكاريكاتوريه؟ هي الحرية هي بيدها كلمة كاريكاتورية في تونس. كيفاش؟ على خاطر ما عندناش الحرية اللازمة في تونس، خاصة ما عندناش الحرية اللازمة اللي نجموا نصوروا بها. صحيح خرجوا برشا رسامين كاريكاتور، مي الحرية ولات يعني كيما نقولوا مبعثرة، فهمت؟ لهذا يحكي على كيف وعندهم هما، هذيك هي الحرية، كي تتهكم على شخص هذيك الحرية نتاعك. اون بليس كملوا الأحزاب السياسية قسمونا، يعني ولينا دي كلون، فهمت؟ تابع الحزب هذايا عندهم رسام كاريكاتوري يهجم على الحزب الاخر، فهمت؟ اوحيت لي بسؤال مهم، رسام الكاريكاتور مطلوب منه استقلاليه ومسافه على الاحزاب السياسيه؟ يلزموا استقلاليه تامه. لا هو يشتغل في صميم السياسه. صحيح، اما هو مرآة عاكسة للي صاير في البلاد، يعني مش لازم يكون تابع حزب. فما رسامين كاريكاتورين تابع احزاب معينة، هذاك من حقهم زاد، ما نجمش ثم اللي يخدم بالقطعة ويخلص عليها للأحزاب. فما للأسف ما نقولوش يخدموا بالقطعة، فما رسامين جوست رسامين ياخذوا الأفكار والآراء اللي يعني كأنهم تيليكوموند، فهمت؟ في الجرايد نتاعنا قاعد نشوف في رسامين مع الحمله الانتخابيه كي تبدا تقرب انيس. يكثر الطلب على الكاريكاتير. صحيح يكثر الطلب على الكاريكاتير، خاطر يعرفوا هي الرسم هي اللغه المباشره للسيد القارئ، يعني فهمت؟ يعني هي لغه العصر من قبل. حبيت السيد القارئ هذا يقرا من تليفونه ولا معاش من جريده معاش يورق. تاثرتوا انتم بالانتقال اللي صارت، التكنولوجيا الرقميه، الهاتف الذكي، فيسبوك، كل هذه الطوارئ في المشهد؟ تاثرنا وما تاثرناش، تاثرنا على خاطر تبدلت تويكا البلاتفورم نتاعنا، ولات ياسر على الفيسبوك ياسر نيميريك، دونك نجموا نحطوا الاراء نتاعنا ما غير ما مدير التحرير نتاع المجله يفرض عليك رايه باش تحطها. يعني الفيسبوك وتكنولوجيا جديده، الروتابيليتي نقصت نو المردوديه بالطبيعه. انا رسومي بريسك الكل تحطوا على الفيسبوك وبلاش يستخدموا بلاش. بلاش من وين يعيش انيس كرسام كاريكاتور وكثير رسامين غيرك، من وين يعيشوا اذا ينشروا بلاش؟ يعيشوا بمصادر اخرى، يعني نجم يكون بنكاجي ولا يخدم اي خدمه اخرى، والكاريكاتور جست هوايه يستعمل فيها. يعني في زمننا صعيب انك تكون رسام كاريكاتور محترف منها تعيش؟ والله قاعد نحارب انا في الدومين هذايا، يعني ما عنديش خدمه اخرى، عندي كان الكاريكاتور يعني 24/24 وانا نشوف شنو فما في البلاد ونصور ونحط على الفيسبوك.
خدمت في جرايد، مي صارت سنسرة في الجرايد، ويعني المقص مازال يدور، مش كان عاد الاستبداد يعني حتى تويكا. رسام الكاريكاتير شخص منبوذ يعيش وحده وعنده برشا أعداء وبرشا معارك؟ لا، شخص يعاني يشوف ياسر مشاكل، كثر المشاكل في البلاد، يعني ما نعرفش شنو نصور، يعني وليت ما عادش رسام الكاريكاتير ما عادش يعني يستوحى الفكره من عنده ويحط، جوست يشوف شنو اللي صار في التلفزه ولا في المنابر السياسيه ويحطها تلك. قصدي انه التوانسه يتغشوا من رسام الكاريكاتير. صار صدفه جاك تليفون من شخص عملت له رسم كاريكاتير ما عجبوش، طلبك يلوم؟ انا اتذكر اني كنت في التاسع عملت رسم كاريكاتير واليوم عرفت انه انت وراه واحتفظت به وحطيته فوتو بروفيل زاد في صفحتي وعجبني برشا. يصير لك تفاعل ايجابي او سلبي من الناس صورت؟ اي بالطبيعة. ايجابي اكثر او سلبي؟ ايجابي اكثر. الايجابي اكثر على خاطرني يعني جست نعكس شنو اللي فما، فهمت؟ نحكي في الصحيح من غير ما نعطي رايي يعني 100%. صحيح فما نسبه مي قليله. صار الوقت وفاه الحديث ممتع مع الكاريكاتير. مشروع المجله انيس، مشروع المجله، عندي مجله اسمها بوشكاره، اسم يعني من كما نقولوا بوشكاره، شكاره معبيه بالرسوم. لا لا، بوشكاره هي شخصيه تونسيه. اي فاهم، كجدمو يا بوشكاره. شكارة برشا أفكار فيها. أنا خيت الشخصية هذه جوست بدلت فيها شوية متاع شخصية صحيح، هو وجهه خايب ويخوف وكل شيء، نراو أعماله خيرية وعنده شكارة ويعمل بها الخير للصغار ويفرح الصغار. دونك حبيت نبدل هالستاتيو هذه اللي كان في التراث متاعنا في شكل مجلة طريفة صغيرة. منشورة تتباع؟ مازالت باش تتباع. احنا نشجع مشاهدين على الإقبال على مجلة بوشكارة لرسام الكاريكاتير. شكرا. أنيس المحرسي، عذرا لضيق الوقت، شكرا لكرم وجودك معنا. شكرا. شكرا مرة أخرى أنيس، شكرا لبقائكم معنا مشاهدينا الكرام أيضا. تفاصيل أوفى عن أحداث اليوم تونسيا إقليميا ودوليا في نشرة الثامنة، دائما على الوطنية الأولى. إلى اللقاء.